هذا علاش كنقولوا حنا التجربه ديال 24 سنه من طرف تسير الشبابيك كنشوفوها اليوم باءت بالفشل بمعنى الكلمه الحقيقيه ديال الفشل. دونك اليوم مجلس المدينه ما عليه الا انه ياخذ تدابير جديده في هذا الباب هذا ديال موضوع الشبابيك. ان الشبابيك 24 سنه هذه ما تاثرتش، ما زادتش للقدام، بالعكس حنا كنشوفوا العمل والاشتغال ديال الشبابيك غادي وكيرجع باللور، يعني حتوصل للحضيض. هذه الملاحظه اللي لاحظتي ديال البيع التذاكر ملي كتنزلي من الطاكسي حتى تدخلي للرصيف، وهذا راه ان دل على شيء فهو يدل على ضعف تسيير وتدبير الشبابيك ديال بيع التذاكر. اليوم المحطه الطرقيه ولات زيان من بعد المرحله الاولى ديال تغيير الوجهه الخروج للحافلات كانت ايجابيه. كان واحد الحصار داخل المحطه بدوره كان ايجابي. اليوم مكامل الخلل عندنا في الشبابيك، اليوم مجلس المدينه خصو ياخذ الحسم في هذا الباب ديال التذاكر. ان الناس اللي سلموهم مع كامل احتراماتنا لهم وكنعرفوهم كاملين فشلوا في تدبير تسيير هاد الشبابيك هادو، واليوم مجلس المدينه خصو يطور ويشوف طريقه باش انه يعاود يجدد الدماء في هاد المحطه هادي بتجديد كذلك الشبابيك وتجديد الطريقه ديال بيع التذاكر، يعني حفاظا على المرفق وحفاظا كذلك على المواطن المغربي. لا يخفى عليك هادي يومين تقريبا كانت الاداره بمعيه اللجنه اللي هي متتبعه للمحطه الطرقيه ولات زيان اعلنوا على واحد الاجتماع مع دوك النواب على دوك الناس المسؤولين على الشبابيك من اجل باش يحملوا من المسؤوليه ديالهم ويحتهم الى اخره. للاسف وان الانسان عنده هدف واحد وان كيجي لهاد المحطه خصو يعمر غير جيبو، يسون فو كاريمون المواطن ولا هذا الى اخره. دونك اليوم مادام ان هناك سوء النيه ديال ان الناس باقا باغا تستمر في هذه العشوائيه وفي هذه الفوضى هذه، فاليوم اصبح واجب على مجلس المدينه ياخذ تدابير عاجله في حق هاد الشبابيك هادو باش ممكن انهم يعطونا واحد الخدمه جيده للمواطن، وكذلك ما نبقاوش نشوفوا تيكيت في الارصفه وفي الزنقه في الشارع الى اخره. دونك اليوم المحطه نعتقوها، والنقطه الاولى باش نعتقوها هي اعاده النظر في الشبابيك. اختي كما كنقولوا حنا واحد المثال المندبه كبيره والمي صفار، انت كتشوفي دابا العواشر وكتشوفها هو بنادم كثير وانت هالكار قدامك هو عخاو، حتى ذاك الاقبال اللي كان على المحطه هنايا والناس كتجي وكتسافر وادي الله يحسن العوان ما بقاش، الناس مأزمه شويه، الظروف راه كيعرفها الشعب المغربي بصفه عامه، كلهم كيعرفوا الظروف اللي كيمر بها الانسان دابا وبالاخص في هذا الوقت هذا. بالنسبه لنا حنا صابرين، حنا صابرين وغاديين باش ما عطى الله ولاصقين في الحياه وشادين بيدينا وبسناننا وكنقولوا دوز هانيه، حنا اش غنديروا علينا غير بالصبر. احنا الحمد لله كنتمنوا مازال يجوا الناس وراه عاد تحرك شويه وراه واجوا. اما بالنسبه للمهنيين والناس اللي خدامين في هذا القطاع والله اختي راه تقهروا. الى الناس ولا دابا الكار كتشوفي كاع انت ها هو العيد وكتشوفي دابا الكار كيعمر ها هو ما كيعمرش كيش مخرج غير بالنص ديال الكار وما عمرش انت ها هو قدامكم كتشوفوا فيه. خاوي اش غيدي هاد مول الكار ولا عمر غيمشي حتى للبلاصه فين غيوصل ليها وغادي يرجع غير رجع خاوي ما عنده ما يجيب من ليه.